فترة التجارب الحرة الأولى لجائزة أبو ظبي الكبرى الجولة الثانية والعشرون الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا 1، ماكس فيرستابن يبدأ اليوم بأفضل طريقة ممكنة ويضرب بقوة ويسجل زمن سريع بفارق 196 جزء من 1000 من الثانية عن فالتيري بوتاس، لويس هاملتون في المركز الثالث، بيريز رابعا، سونودا الرائع في المركز الخامس.